سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى وهو الجزء الثالث ان شاء الله في هذا الموديل. هذا الجزء الاولاني وريتكم الطريقه كيفاش نقطعوها، والجزء الثاني وريتكم كيفاش نبلوها بطريقه باش نفكسيوها في الثوب، والجزء الثالث غنوريكم كيفاش الطريقه باش عملت التنبات. يعني كيبان لكم الفرق ما بين التنبات هذا وهذه اللي باقي ما عملت فيها حتى شي حاجه. هي كتبان لكم شنو هو فقط، يعني فلاش يمكن ما كيبان لكمش بزاف. انا في الحاشيه ديالها انا مدوره بجوهر مهرس، دابا كيبان لكم هكا شويه، ها هي جوهر مكور، ها هو شوفوا هاد الجهه هادي مع الجهه هادي، ها هي هادي فيها جوهر مكور في الحاشيه، وهادي باقي ما عملت لها شي. وعملت فلوس الوردات دورتهم عادي من الزمرد، وكاينه اللي فوسط الشطبات عملت لهم جوهر مهرس، وكاينه اللي فوسط الشطبات هادو عملت فقط غير زمرد مع سيبورتا. يعني جم واحد المنظر، يعني نبدل شويه وتلفت هاد الرشمه هادي، يعني ما بانتش بزاف بحال اللي كتبع. ها هي، كنتمنى تعجبكم. دابا نوريكم الطريقه كيفاش عملت جوهر مهرس. هاي هادي باقي لي في هاد الجهه، غنوريكم كيف الطريقة كيف استعملت الجوهر مكور في الحاشية. هاهي كتبان لكم، غنحاول نطلع هاد الجهة هادي كاملة بجوهر مكور. غنخرج الثوب، أنا عملت الخيط على أربعة، دابا هاد الجهة هادي غنحاول نخرجها على الثوب شوية. دابا هادي هي الحاشية، غنخرجها واحد الثوب شوية. عملت سبعة ديال الجوهر مكور، ها هي غنجي في الوسط ديالها، ها هي في الوسط ديالها، ودائما نحاول نخرج في وسط هاد السقلي هذا. يعني الاولاني غنعملو في السقلي والثاني غنعملو في الثوب. شنو هاد الجي هاد الجي هادي ما عاديش في الثوب لان جات هنايا شطبه. هيا دائما كتجي ميله. الاولانيه كيف ما قلت لكم كتجي فوق السقالي في الحاشيه فين نعمل التنبيله مره الاولانيه، والثانيه كنتبسوها في الثوب. هيا الاولانيه في السقالي والثانيه الثوب. هاهي وهيدا كنمشيو نحاولو نمشيو ميلين باش كتجي الطريقة مزيانة. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هي طريقة سهلة. ها هي هادي، ها هي كنت عملتها قبل، ها هي بهاد الطريقه هادي غنمشيو على طول هاد الشطبه هادي. دابا غنحاولو نعمرو هادي، نوريكم الطريقه ديالها هي سهله. غنحاولو نعمرو هاد الفراغ هذا. اول حاجه كنقسمو هاد الفراغ هذا غير بالعينين ديالنا، غنحاولو نخدمو بالنص. اول وحده غنعمل دابا 6، 1 2 3 4 5 6، هي 6. دابا نحاولو نعملو 7، 1 2 3 4 5 6 7. نعملو دابا 7، 1 2 3 4 5 6 7.
كيف ما شفتوا يعني كنحاول نخدم فقط في النص، يعني في النص هذا كيف ما شفتوا المسافة بدات كتصغر. ضروري عن نقص الحجر 1 2 3 4 5 6. دابا ملي وصلت هاد الجهة هادي، دابا كنحاول نهود. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة. باقي لي وحدة غنعملها، هي المسافة ديالها صغيرة، يعني هنايا عندي غير أربعة بركة. هاهي عمرت هاد الورقة هادي. دابا غنخدم هاد الشطبة هادي، عمرت في الخيط ثلاثة ديال الزمرد، سيبورتا ثلاثة ديال الزمرد. هيدا نحاول نعملو هيدا في الوسط، في الوسط ديال الشطوة. هيا غنحاول نجوز الخيط ما بين كل وحدة. هالولانية ثانية، ها انا دوس عليهم كاملين. صافي هادي الشطبة اللي عملت. دابا غنجيو نوسط هاد الوردة هادي. علاش خدمنا الوسط الوردة هادي؟ باش الوسط ديال هاد الزواقة هادي ما تجيش يعني تساوي الجي طالعة، ضروري خصنا نفيكسيوها في الوسط مع تساو. باقي لي هاد الوردة هادي، عمرت مقدار ديال العدد ديال الزمرد. انا كنعمر وانا كندور على السيبورتا باش كنشوف واش هما هادوك ولا لا. ها هما انا جاوني مع الدوره ديال السيبورتا، يعني غنثبت الخيط من خرجتو اول مره. ها هي انجي ما بين كل ثلاثة نجي من بين كل ثلاثة أو كل أربعة، نخرج الخيط بيناتهم باش يتفكسو وما يبقاوش يطلعو. ها هو هذه الطريقة اللي استعملت أنا، وريتكم جميع الطرق اللي استعملت في هاد القفطان هذا بجميع التقنيات ديالو من الاول حتى الاخر. كنتمنى تكون استفدتوا معايا ولو غير بشويه، مع درس اخر ان شاء الله، وشكرا.